عندي حبة شوربة، تعال نعلق عليهم ياخدوا تسويتهم ونخش في طبق المكرونة بقى عشان ده اختراع ولطيف. كلته عند واحد صاحبي حاجة كده يعني، بس مش نفس الطريقة، هي الفكرة أنا خدتها من هناك. هما بيعملوا الطبق ده للأمانة بيت كرم يعني، لما يكون في عندهم ضيوف، وعشان كده أحب أسمع وأتعلم مش عيب، وجات عليهم وقت عشاء أو غدا هو مفيش حاجة في البيت، بدل ما نبعت نجيب أكل من الشارع ده يتقل يعني، فإحنا اللي موجود. إيه اللي موجود بقى؟ فجأة لقيت جالي طبق كده، بسم الله ما شاء الله غويت، لا طبق يعني يشرف، طبق واحد زي كده، بس كان طبق فضي كده شوية، ومعلقتين وبتاع، وناس شايلين وداخلين. فقلت يا جماعة طب ليه تكاليف دي يا جماعة وليه البتاع؟ فلقيت طبق قدامي فيه مكرونة وعليها لحمة وزبادي. قلت يا جماعة انتوا جايبين لنا سلطة ولا ايه؟ بس جرب، مالك مش انت بتاع اكل وحاجات بالشكل ده؟ يا جماعة طب بس دوق. اقسم بالله يا جماعة مش عايز اوقف، ولا انا ولا غيري، كل ما تاخد معلقة ترجع تاني، كل ما تاخد معلقة ترجع تاني. حلوة حلاوة، اولا بيت الكرم دايما اي لقمة تتقدم بتبقى ليها طعم حلو، ثانيا الحاجة اللي بعملها بنفس بتتاكل بنفس، ثالثا البساطة مفيش حد بيختلف عليها، يعني اللي اتحط قدامك بسيط، مش تقعد تفكر اصل انا ما باكلش ده، اصل ده حلو، لا اصل ده سخن، اصل سبايسي. المقصود ان المكرونه كلنا متفقين عليها، اللحم مفرومه من الصغير للكبير متفق عليها، فلما نعمل طبق زي النهارده لا كله ان شاء الله يتفق عليه. فدي فكره انا اكتسبتها من عند حد من اصدقائي، فحبيت ابلورها انا بقى وازودها والعب معاها. ايه اللي حصل؟ هم حاطين مفروم ساده، لا احنا دلعناها بالخضار، ممكن نحط جواه مشروم، فلفل الوان سبايسي لو حبينا اللي احنا نفسنا فيه. المكرونه هم عاملينها ساده واحنا عملناها كمان ساده، صوص الزبادي هل احنا سايبينه هم ساده احنا هندلعه؟ المقصود الافكار ما بتجيش غير من هنا. طيب الشوربه سنه زيت بسم الله مش كتير، وحته لحمه عندي اللي هعملها في الشوربه مكعبات بسيطه جدا بسم الله، تتشوح الاول اولا. في ناس بتستغربني لما بقول حاجات زي كده، بس هي الحقيقه كده. وعايز اقول لكم على حاجه، انا واثق 150 مليون في الميه ان صاحبي ده ما بيتابعش البرنامج، انا عارف اقول لكم ايه، مش هيشوف اللي ده ولا بعملها عشان ولا قلت ولا هقول يعني. المقصود الفكره الصغيره دي تبقى لو نقدر نطور اي افكار لبعضينا، زي ما باخد من حضراتكم كلام وبسمع من ده وصفه، بتفرق بتفرق والله العظيم. الحاجات البسيطه دي كلها لما بنميل على بعض فيها بتعدي، وهي ماشيه كده. المقصود ان اي حاجه نعملها بس بنفس وتبقى زي القمر، بس نعمل بنفس حلوه وببساطه. بص حته اللحمه دي يا باشا كده وهي بتتشوح بسنه زيت مع تاتش فلفل اسود اهو اهو كده، شوف بص المنظر. فيها ايه تاني؟ دي شوربه. شوربه. طب مع الشوربه دي ايه؟ بصلايه طبعا اول الكلام كده، واشوح. بص حته اللحمه بقى البصلايه عامله ازاي، تحس انت رايح على طاجن. اجي بقى اعمل ايه بقى؟ انا جايب عندي بطاطسايه اصفي ميتها كده، وانزل بالبطاطسايه دي معاها، يبقى بطاطسايه وبصلايه، واجيب عندي جزرايه عشان تاخد وقتها في التسويه، وابدا بقى اقفل حاجتي عشان اسيبها تتشرب واحده واحده. ادي عندي البسله، يلا يا باشا كله ياخد وقته، وادي الكوسه عشان كده قلت لكم اعلق عليها من بدري، هتاخد وقتها في التسويه براحتها كده. كرفس على كرات مفروم، تشويحتين في النظافه، شوف خدت بالك. هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ مرقه حلوه بسم الله بسم الله، وابعد وشي واغطي بيها كلها، حله مرقه محترمه. انا احب المرقه الخضار جدا جدا من غير لحمه عشان تبقى عارفين، انا بحبها كده الصراحه. متشكرين، سيبها نبهر بعدين ملح وفلفل ابيض ومتشكرين. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب الحمد لله خلاص خلصت، بعتذر لكم طولت شويه في الكلام، بس صدقوني والله بحاول على قد ما اقدر يعني، اي حاجه تيجي على بالي او فيها اي فايده يمكن يعني جيت تفيد حد. طيب
الطبقين خلصوا الاولانيين، طبق الشوربه طبعا خلصان، شايفين مش حبه المرقه عاملين ازاي، شفافه شكلها يفتح النفس. الطبق ده عجبني جدا، اتمنى يعجب حضراتكم.